السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة سنقول لكم كمبيوتر برعاية موقع تعلموا. محدثكم إبراهيم عبد الحميد، جمهورية مصر العربية. رقم التليفونات 016-50-47-329 أو 017-52-276-96. learn-online-1@gmail.com fahrgroup@yahoo.com. هنستأنف اللي كنا بدأناه إن شاء الله في الحديث في سنة أولى الكمبيوتر وفي أساسيات الكمبيوتر، المرحلة الأولى من سنة أولى الكمبيوتر. بنتكلم عن حبة مواضيع أساسية، ولكن إن شاء الله المستوى هيترفع سنة بسنة والموضوع هيتقدم. يعني عشان كده إحنا اخترنا طريقة الموضوعات، يعني طريقة إن إحنا نتكلم عن موضوع موضوع من موضوعات الكمبيوتر. والأجزاء اللي حضراتكم شفتوا إنها لم تستوفي الشرح بعد، ممكن نعيد شرحها ونضيف عليها الأجزاء التي لم يتم شرحها من قبل، يعني بحيث يحصل تكامل في الشرح ما بين مختلف الاجزاء. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع التعامل مع المينيوز ومع التول بارز. فلو ضغطنا على ماي كمبيوتر، فتحنا ماي كمبيوتر، الشاشه اللي قدامي ديت احنا عايزين نعرف مكوناتها. طبعا احنا خدنا ان دي الشاشه الرئيسيه اللي بيجيلنا، اللي هي الديسكتوب، اللي هي طبعا الشاشه دي بنسميها احنا اليوزر انترفيس، يعني واجهه المستخدم. الواجهة المستخدم دي بتتكون في الاساس من الديسكتوب والتاسك بار. ديسكتوب والتاسك بار، بقيه الاجزاء المكونه للنافذه هنستعرضها مع بعض عشان نعرف نتعامل ازاي مع كل جزء من هذه الاجزاء. اول جزء فوق اللي هو التايتل بار، اللي هو شريط العنوان. كلمه شريط يعني بار. التايتل يعني عنوان، فده شريط العنوان اللي هو بيبقى مكتوب فيه عنوان الحاجه اللي انت فاتحها، عنوان النافذه، تايتل بتاع النافذه. بعد كده الشريط اللي بعد كده اللي هو البول داون منيوز بار، القوائم اللي موجوده فوق ديت اللي هي فايل واديت وفيو وفيفورتس وتولز وهيلب، دي اسمها قائمه. ليه قائمه؟ لان انا اول ما بضغط عليها بتتفتح لي قائمه، اول ما بضغط عليها بتتفتح لي قائمه، اضغط تتفتح لي قائمه، فهي عشان كده اسمها قوائم. طب اسمها بول داون ليه؟ لان هي قوائم منسدله، بمعنى انك لما بتضغط عليها بتفتح لك حاجه من تحتها. يعني ايه بول داون؟ التعبير ده بالانجليزي يعني بول داون، خلاص. فدي بول داون منيوز. بعد كده الستاندر بوتوم بار، الستاندر بوتوم بار اللي هو شريط الادوات القياسيه. الادوات القياسيه هي الادوات الاساسيه اللي انا بحتاجها وانا بتعامل مع الكمبيوتر. بعد كده الادرس بار اللي قدامنا ده، الادرس بار، يبقى ده التايتل بار، شريط العنوان، البول داون منيو، بول داون منيوز بار، شريط القوائم المسدله، الستاندر بوتون منيو، شريط الادوات القياسيه، الادرس بار، شريط العنوان، تحت الستاتس بار اللي هو شريط الحاله. خلاص دلوقتي احنا عرفنا الاشرطه المكونه النافذه بتاعتنا. الجزء الايسر الازرق ده اسمه الليفت بين، الجزء الايمن اسمه الرايت بين او الديتيلز بين. يعني الجزء ده الايسر اسمه ليفت بين، يعني جزء الايسر، انما ده الجزء التفصيلي او الايه، الجزء الايمن. خلاص طبعا انا بتعامل ده مع الجزء الايمن، بتعامل في حالات معينه مع الجزء الايسر نتيجه ان هو في بعض الفيتشرز او الفانكشنز اللي انا بحتاجها، بعض الوظائف او بعض المميزات اللي انا بحتاجها انها بتقتصر عليها مجموعه خطوات. كويس كويس جدا. يبقى دلوقتي عرفنا المكونات الاساسيه للنافذه اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي، هناخد جزء وجزء من هذه المكونات ونشوف اللي بيحصل. طبعا احنا عندنا فوق الثلاث زرارات اللي احنا متعرفين عليهم من زمان، 3 بوتونز دولت اللي هم بتوع التحكم في النافذه، واحد بيقفلها وواحد بيكبرها ويصغرها وواحد بينزلها تحت في قلب التاسك بار، عارفينهم طبعا. نفس الوظائف لو ضغطنا على الرسمه بتاعت ماي كمبيوتر، لو ضغطنا هيفتح لنا القائمه دي، نفس الوظائف اللي موجود. المينيمايز يعني خبيها تحت في التاسك بار، هتلاقي الشرطه اللي هي نفس الشرطه اللي موجوده هنا. ريستور يعني ايه؟ استعاده. يعني ايه استعاده؟ يعني رجعها لحجمها اللي كانت عليه. وبعدين لما هضغط تاني بقى هلاقي ماكسمايز، خلاص. يبقى ده المينيمايز والماكسمايز والريستور، تمام. كلوز اللي هو الت واف 4 اللي هو ان انا اغلق هذه النافذه، خلاص. ما احنا صعدنا اهم هذه الاشياء. لو جينا عملنا ريستور كده هنلاقي ان في حاجه كمان بتظهر لي اللي هي موف، ان انا احرك النافذه، بيجيب لي الشكل ده، لما بضغط وبحرك بتبدا النافذه تتحرك معايا عادي.
في كمان سايز، لو ضغطت على سايز بدل اني احرك في السهم عادي عادي وانا ايه، فيبدا النافذه تكبر وتصغر، تنحرف في السهم عادي لحد ما ايه، لحد ما اوصل لحد حافه من الحواف اللي انا محتاجه. طبعا هو الكمبيوتر اصلا بينفذ الحكايه دي من غير ما اضغط هنا اصلا، فالوظائف دي وظائف يعني ايه ثانويه ما بحتاجهاش، لان ليها بدائل احسن منه. بعد كده نخش على فايل. يبقى احنا خلصنا دلوقتي الايه، اول شريط اللي هو التايتل بار، عرفنا كل الحاجات اللي فيه. بعد كده المنيو بتاعت فايل، لو ضغطت على المنيو بتاع الفايل مش هلاقي فيها غير حاجه واحده بس اللي شغال، اي حاجه لونها باهته في الكمبيوتر يبقى هي مش شغاله، يبقى هي مش معايا، يبقى ده مش مكانها، يبقى هي معموله عشان حاجه ثانيه. فهو بيخليني موجوده بس بيخليني باهته، يعني ما اقدرش اشغلها دلوقتي. ففايل دلوقتي ما اقدرش اشغله، هلاقي تحت كلوز، ده لو ضغطت عليه طبعا هيقفل لي النافذه دي. بعد كده يبقى احنا كده خلصنا فايل مؤقتا، هنبقى نرجع لفايل والحاجات الباهته دي بعدين. بعد كده اديت، اديت هلاقي فيه حاجه اسمها اندو موف. اندو موف، كلمه اندو يعني ارجع في كلامي. يعني ايه ارجع في كلامي؟ يعني مثلا انا ادخل جوه هنا واعمل نيو فولدر، واخد النيو فولدر واعمل له كنترول اكس يعني كات، واوديه مثلا في الدي واعمل له بيست، يبقى انا عملت نيو فولدر اصلا في الاف، بارتيشن الاف اللي هو ده، وبعدين خدته من هنا وديته للدي. كويس. لو عملنا اديت واندو موف اللي هي كنترول زد، دايما حاجه يبقى قصادها اختصارها، يعني دايما لو انا مش عايز استخدم الماوس بستخدم الايه الكيبورد، فممكن اختار كنترول زد. لو ضغطت على كده نرجع رجعه لي تاني الاف، يبقى هو عمل ايه، رجع في كلامي. يعني ايه اندو؟ يعني ترجع في كلامك، يعني اخر حاجه انا عملتها ارجع فيها، شوف اخر حاجه انا عملتها ارجع فيها. خلاص، ده الايه الاندو موف. طبعا هو هي بتتغير، اما اندو موف اندو رينيم اندو، يعني هي بتتغير من حاجه لحاجه. خلاص، كويس جدا. نخرج تاني عند البارتيشن. يبقى اندو عرفنا بتعمل ايه، بتخليك ترجع في اخر حاجه انت عملتها، اخر قرار خطا انت خدته بترجع فيه. كويس. بعد كده هنلاقي كل ده مش شغال مش شغال مش شغال، هنلاقي تحت سيلكت اول. سيلكت اول يعني ايه؟ يعني اختار كل الحاجات اللي في الناحيه اليمين دي وعلم عليها. سيلكت اول، شوف هيختارهم كلهم كده، انا معلم عليهم كلهم. خلاص، عشان اعمل عليهم وظيفه معينه ممكن اعمل لهم رينيم، ممكن اعمل لهم كات، ممكن اعمل لهم بيست، ممكن اعمل لهم اي حاجه. فسيلكت اول يعني اختار كل حاجه، سيلكت اول اللي انا بعملها بكنترول ايه. الاختصارات دي ثابته فاحنا بنحفظها من كتر الممارسه، يعني في اي برنامج لما تعوز تختار كل الحاجات اللي قدامك على الشاشه بتختار بكنترول ايه. في اي برنامج لما بتعوز ترجع يعني تعمل حاجه غلط، يعني عملت حاجه غلط من غير قصد وعايز ترجع في كلامك فبتعمله كنترول زد. يعني ايه؟ دايما لما برجع في كلامي برجع بكنترول زد، لما احب اختار كل حاجه بختار كنترول ايه. في وظيفه ظريفه جدا، هي ايه بقى؟ هي انفيرت سيلكشن. انفيرت سيلكشن، ولنفرض مثلا ان انا عندي هنا انا عايز اختار العناصر دي، الحاجات اللي موجوده عندي في الليفت مين ديت، ولنفرض ان هم 1000 عنصر، انا عايز اختار الالف كلهم. كويس، ما عدا 2 3، يعني هختار الف كلهم عدا 2 3، بس 2 3 دوت متوزعين، يعني مثلا واحد في الاول، هنفرض ان دوت 1000، ف واحد في الاول واحد في الاخر واحد في الوسط. فهم يعني قال لك طب ما انا لما اقعد اختار الالف واحد واحد، يعني اضغط على الكنترول، اضغط على الكنترول، وبعد ما اضغط على الكنترول اتكب الماوس على واحد واحد عشان اختارهم، يعني انا دلوقتي ضغط على الكنترول وبعدين اضغط على السي وبعدين الدي وبعدين الاي. الكنترول بقى بيخليني ايه، لو انا ضغطت من غير ماوس، لو انا ضغطت من غير كنترول بتتنقل الاختيارات، انما بكنترول الحاجه اللي انا اخترتها قبل كده بيتنيني مختارها. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا دلوقتي ضغطت بالماوس على دي وبعدين جيت ضغطت على دي، فالاولانيه اتمسحت، ده من غير كنترول، انما لو ضغطت على كنترول وما شلتش ايدي اللي قبل كده ما بيتمسحش، يعني بيبقى تراكمي. كويس؟ فدلوقتي اخترت كلهم عن طريق الكنترول،
بدل ما اعمل كنترول ايه، بدل ما اعمل كنترول ايه اللي هي سيلكت اول اللي احنا لسه قلناه من شويه. في حاجه بقى غير كده بقى اسمها انفيرت سيلكت، يعني اعكس الاختيار. انفيرت سيلكشن يعني اعكس الاختيار، يعني انا عايز اختار ديت، بس لما انا اختار ديت انا قصدي مش ان انا اختارها، انا قصدي ان انا اختار كلهم ما عداها هي، يعني انا عايز اختار الباقيين كلهم ما عدا هي دي. فانهي الاسهل، ان انا اعلم عليها هي، ولا ان انا اعلم على السبعه على السته التانيين؟ ان انا اعلم عليها هي لان هي واحده فانا علمت عليها، بس عايز اعكس الاختيار بقى، انا كده اخترت اللي انا مش عايزه، فاقوم جاي على ايديت وعامل انفيرت سيلكشن يعكس لي الاختيارات اللي انا كنت مختارها قبل كده. فالاختيار ده بتاع عكس الاختيارات، يعني الاختيار عادي كنترول ايه بختار كلهم، الاختيار التاني بتاع عكس الاختيارات، انا مش عايز الدي في دي اللي انا معلم عليه دلوقتي، فهعلم عليه رغم ان انا مش عايزه، بس عشان ايه؟ عشان اعكس الاختيار واعلم عليهم كلهم بالطريقه العكسيه. بعد كده فيو، فيو دي بتحكم لي في الاشكال اللي موجوده عندي والبارز والحاجات اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده عندي في الشاشه. فلو ضغطت على فيو هلاقي الاستوديو سبار متعلم عليه صح اللي هو تاني واحد، لو ضغطت عليه هيختفي من تحت، ادي الاستوديو سبار كان هنا اختفى، هضغط عليه تاني كده هيظهر. خلاص كاتب لي ايه الاستوديو سبار؟ سبع اوبجكت، يعني اللي قدامك دوت سبع حاجات. كويس ماشي. قبله التول بار، التول بار انا عندي الستاندر بوتونز متعلم عليها صح اللي هي ظاهره اللي هم دولت، دولت الستاندر بوتونز تمام. لو انا عايزه، لو انا عايزهم يختفوا بضغط عليها هنا فيختفي الستاندر بوتونز، ارجع ارجعه ازاي؟ اعلم عليه صح. كويس. بعد الستاندر بوتونز عندي الادريس بار، الادريس بار اللي هو ده اهو عايزه يختفي كده، اختفى ما عادش موجود، عايزه يظهر كده خليه يظهر. كويس كويس. اي حاجه بقى من الحاجات ديت بنفس الطريقه، ممكن استخدم نفس القصه دي عن طريق ايه؟ اضغط هنا كليك يمين، يعني دلوقتي انا بضغط كليك يمين في اي حته فاضيه هنا، بضغط كليك يمين واختار اللي انا عايزه. في حاجه مهمه جدا اسمها لوك ذا بارز، ذا تول بارز. يعني ايه لوك ذا تول بارز؟ يعني التول بارز ما تسمحليش ان انا العب فيها. يعني ايه العب فيها؟ لو انا دلوقتي متعلم عليها صح يبقى انا ما اقدرش العب فيها، طب لو انا شلت علامه الصح يبقى انا اقدر العب فيها، بمعنى ايه؟ اقدر احركها من مكان. دلوقتي انا اقوم جاي عند النقط، لو شايفين النقط اللي موجوده عندي دي اهي، شايف المنطقه اللي فيها النقط دي، وابدا اشد 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 وارفع فوق. شوف حركت الادريس بار وديته فين؟ وديته فوق. طب لو انا عملت لوك اتقفلت ما اقدرش احركهم من مكانهم، يبقى اللوك بيخليني ما اقدرش احركهم من مكانهم، انما لو انا عايز احركهم من مكانهم بحيث انها تاخد مساحه اقل كده، انا كبرت الحاجات اللي معموله قدامي شكلها بقى احسن بالنسبه لبعض الناس. خلاص يبقى ديت بتقفلها وديت بتفتحها من نفس المكان. طبعا من فيو نفس الموضوع موجود تحت هنا. خلاص. بعد كده عندي في حاجه من فيو بردك اسمها كاستمايز، ومن هنا بردك اسمها كاستمايز عادي، من هنا كاستمايز برضو، كليك يمين وكاستمايز. بختار الادوات والبوتونز اللي انا عايزها تبقى فوق. فمثلا انا عايز ستوب دلوقتي، اقوم ضغط على ستوب واقول له ات، فستوب بتضاف فوق اهي، وبعدين الفريش، وبعدين الهوم، وبعدين الفيفورت، وبعدين الهيستوري، وبعدين الفول سكرين، وبعدين الموف، وبعدين الكوبي، وبعدين الديليت، وبعدين الاندو، وبعدين البروبرتس. بختار كل اللي انا عايزه، وبعدين الفولدر اوبشنز. خلاص كل الادوات دي الدنيا دي اتملت اهي. طب لو عايز ارجع في كلامي بختار هنا واحد اللي انا مش عايزه، انا مش عايز الاندو، الاندو اللي هو بتاع كنترول زد اللي احنا جبناه من ايديت اول واحد في ايديت، اقول له ريموف. كده انا رجعت في كلامي. خلاص يبقى كده هرجع في كلامي عندها، هرجع في كلامي عندها، يبقى اللي انا عايزه بحيث ان انا لما انقلهم للقايمه ديت يظهروا فوق، لما انقلهم للقايمه ديت ما يظهروش. كويس. ريسيت يعني ارجع كل حاجه زي ما كانت، كده ارجع كل حاجه زي ما كانت. خلاص كويس جدا. بعد كده ممكن اتحكم هنا في الاشكال بتاع التكست. لو شفنا اول واحده تكست اون ذا رايت، يعني الكلام كلمه سيرش هي مكتوبه على يمين الرمز بتاعها. طب لو ضغطنا على 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 شو تكست ليبلز شكلها اتغير اهو، بقت مكتوبه تحتها. طب نو تكست ليبلز ما بقاش فيه اصلا تكست مكتوب، ما بقاش فيه كلام مكتوب. خلاص. لارج ايكون يعني ايقونات كبيره، ممكن اخليها سمول ايكون، بس سمول ايكون مش هتظهر دلوقتي، اعمل له كلوز. اول ما اعمل كلوز سمول ايكون الايقونات صغرت.
خلاص طبعا انا امك عامل كاستمايز، واول ما ابدا اعمل حاجات كتير ويعني احس ان انا لخبطت في الموضوع ومش عارف ارجع، اقوم عامل ريسيت كل حاجه ترجع زي ما كانت، واقول له لارج ايكون، اول ما اقفل هترجع كل حاجه زي ما كانت في الاول. خلاص يبقى ده الفيو. كمان الاكسبلور بار انا عندي سيرش وعندي فيفورس وعندي هيستوري وعندي فولدرز وعندي تيب اوف ذا داي. تيب اوف ذا داي يعني نصيحه النهارده، لو ضغطت عليها يظهر لي النصيحه لو عايز اقراها. ايه تحت تو جو ذا نيكست بيج بريس الت رايت ارو، يعني لو انت عايز تروح الصفحه اللي بعد كده وانت بتصفح اي حاجه اضغط على الت مع الاستمرار زائد، يعني مع الاستمرار انا بقول لك اهو، اضغط مع الت وبعدين الرايت ارو اللي هو السهم يمين. بس عايز النصيحه اللي بعدها اقول له نيكست تيب نيكست تيب نيكست تيب نيكست تيب. ده ايه يعني؟ ايه هل تعلم اللي هو بيبقى موجود في الكتب دي؟ نفس الفكره يعني، او اضف الى معلوماتك. خلاص الفيفورتس اضغط كده هيفتح لي الفيفورتس، طبعا انا قائمه الفيفورت لحد دلوقتي مقفوله عندي. اضغط هنا هيفتح لي السيرش، انا عايز اعمل سيرش اللي هي من هنا انا بجيبها اصلا، سيرش اهي اضغط عليها بتيجي عادي. هيستوري افتح لي الهيستوري، تاريخ الحاجات اللي انا عملتها، ده توداي الحاجات اللي انا زرتها النهارده، الاماكن اللي انا رحت فيها النهارده على جهاز الكمبيوتر او على النت. خلاص بعد كده الاشكال اللي احنا متعودين عليها طبعا ثامب نيلز. طب شفنا طبعا ان احنا هنا مرتبينهم بايه؟ بالحروف الابجدي، ده غلط طبعا. فالاول جاي ان هو شو، وبعدين جروبس معلم عليها غلط، باي تايب، وبعدين شو ان جروبس. كده مظبوط تايب. خلاص انا بقوم عامل تايب حسب النوع عشان يبقى الهارد لوحده والحاجات التانية كلها لوحدها. كويس، وبعدين اقول له اعلم على شو ان جروب صح. كويس جدا. لو انا عايز اغير الاشكال الاحظ ان الاشكال بتتغير، اتمنى اجرب لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. طبعا من افضل الاشكال واحسنها التايلز، ده التايلز. خلاص الرينج باي، الرينج ايكونز باي، يعني ارتب الايقونات عن طريق ايه؟ الاسم، ترتيب الابجدي، ولا تايب النوع، ولا توتال سايز حسب الحجم، ولا الفري سبيس حسب المساحه الفاضيه، ولا حسب الكومنتس التعليقات. فانت بتختار الحاجه اللي انت عايزها، غالبا كلنا بنختار يا اما نيم ترتيب ابجدي يا اما تايب، والتايب احسن. خلاص بعد كده عندنا بعد كده شوز ديتيلز، اختار التفاصيل اللي انا عايزها تظهر في الحاجه. فبعلم على مثلا كلهم صح واقول له اوكي، فبيظهر لي. لو انا ما احسش انا الفرق دلوقتي، لو انا جبت وضعيه الديتيلز بقى هبان ان زاد لي هنا اهو الفايل سيستم ان تي اف اس ان تي اف اس ان تي اف اس ان تي اف اس. ده الفايل سيستم ممكن يكون فات، وممكن يكون فات 32، وممكن يكون ان تي اف اس. فهو دلوقتي عندي كلهم ان تي اف اس. خلاص كويس جدا. تايلز بعدين جو تو، ممكن جو تو دي اعملها باك، يعني ارجع اللي هي باك اللي فوق دي، باك اللي هي باك اللي فوق دي، ارجع للمكان اللي انا كنت فيه حالا. وبعدين اب وان ليفل، يعني ايه؟ اطلع فوق خطوه واحده. يعني دلوقتي انا دلوقتي جوه ماي كمبيوتر، لو طلعت خطوه واحده اطلع اروح فين؟ اطلع اروح الديسكتوب اب وان ليفل، طلعت خطوه واحده. طب لو رجعت باك هرجع لمين؟ لقلب ماي كمبيوتر. خلاص بعدين ده بقى الايه الهيستوري بتاعي، انا دخلت ماي كمبيوتر واللوكال ديسك اف وماي كمبيوتر والدي والاف والماي كمبيوتر ماي كمبيوتر ديسكتوب، اختار بقى المكان اللي انا كنت فيه. خلاص ريفرش بيرفرش الجهاز، اللي هو عمليه ايه؟ يعني تنشيط الذاكره، يعني الذاكره بنشطها. خلاص لا كليك يمين وريفرش. كويس جدا. بعد كده ولنفرض ان انا مثلا بحب ادخل جوه مثلا سنقول كمبيوتر، انا بحب سنقول كمبيوتر جدا، بحب الفولدر ده قوي وبحتاجه كل شويه، فعايز وانا قاعد في اي حته على الكمبيوتر ان انا اوصل له. طب اوصله ازاي؟ بقوم حاطه في حاجه اسمها الفيفورتس. الفيفورتس ديت يعني المفضلات، الحاجات المفضله بالنسبه لي، الحاجات المحبوبه بالنسبه لي. فالفيفورتس ديت اضغط عليها واقول له اد تو فيفورت. طبعا هي ما فيهاش حاجه دلوقتي، لو ضغطنا على فيو فيفورتس هقول له اد، هيقول لي سنه اولى كمبيوتر، اقول له اوكي. اهي الفيفورتس اهي.
ماشي. يبقى انا لما عاوز اعمل لها اد ممكن من هنا، والمفروض ان انا ما اضغط على اد، بس يبدو ان انا عندي حاجه لسه عايز اصلحها. المفروض ان انا ما اضغط على الفيفوريتس نفسها، ان الفيفوريتس تظهر لي اد وتظهر لي الرينج. سيبنا من اد والرينج دلوقتي، هنبقى نرجع لهم بعدين. المهم انا دلوقتي عايز اضيف حاجه للفيفوريت، فاضغط هنا فيو وبعدين اكسبلور وبعدين فيفوريت اللي هي كنترول اي، اللي هي الاخصائي بتاع كنترول اي، وبعدين اقول له اد. دلوقتي انا لو قاعد في اي حته على الجهاز، انا دخلت اهو ورحت حته ثانيه خالص، انا نيو فولدر عايز اروح في ثانيه لسنقول الكمبيوتر، اضغط على الفيفوريت كده اوصل في ثانيه لسنقول الكمبيوتر، لان انا دلوقتي ايه الحاجه اللي انا بفضلها موجود، كتب سنقول الكمبيوتر، دي الكتب كلها اهو. اد اوكي خلاص، يبقى دي كتب سنقول الكمبيوتر. وبعدين اورجنايز، هنا ممكن في اورجنايز اعمل كرييت فولدر، يعني اعمل نيو فولدر، يعني اعمل نيو فولدر جوه الفيفورز، كرييت نيو فولدر اسميه مثلا ايه، سنه اولى كمبيوتر برضك، سنه اولى او سنه اولى بس، هحط جواه سنه اولى كمبيوتر. لو عايز اعمله نيم بقف عليه واعمله نيم، لو عايز اعمله ديليت بقف عليه واعلم عليه واعمله ديليت، لو عايز احركه إيه، لو عايز احرك حاجه ليه بحركها موف تو فولدر، او لما اقول له موف تو فولدر بقف عليه وعلم عليه بقول له موف تو فولدر، وبعدين بختار الفولدر من هنا سنقول الكمبيوتر، اقول له اوكي هيروح للفولدر، علم عليه واقول له موف تو فولدر سنقول الكمبيوتر. شوف بقى ايه التغير اللي هيحصل لما هنقفل ده، خش على فيفوريتس او مدخل على سنقول الكمبيوتر، هيفتح لي بقى الاثنين سنه اولى وكتب كمبيوتر لو انا عايز اصنف. ده بيفيدني في ايه مثلا، ان انا دلوقتي لو دخلت على الفيفوريتس تاني قلت له اورجنايز، ممكن اعمل كرييت فولدر اسمي الاخبار. الموضوع ده نفسه بيتم في النت، وضعت هنا ضغط كرييت نيو فولدر واسميها منوعات، كرييت نيو فولدر واسميها اسلاميات. لاميات خلاص، نفس الموضوع ده، انا بنفس الفكره بعمل اد للمواقع، بضيف المواقع زي ما انا عايز. فلما اضغط هنا هلاقي عندي مواقع اسلاميه انا ضايفها، مواقع منوعات، مواقع اخبار، وسنه اولى كمبيوتر، حاجات عندي على الجهاز ضايفها على الفيفورس يعني المفضله بتاعتي، وحاجات في نفس الوقت مش عندي على الجهاز لكن ضايفها من على النت، بحيث ان انا اول ما اضغط بتخش على النت على طول. يعني احنا لو عايزين نجرب نضيف مثلا موقع جوجل على المفضله، قوم ضغط على انترنت اكسبلور، مكبر الشاشة، ضغط ضغطتين هنا عشان الشاشة تكبر اهو. اد تو فيفورتس اللي انا بقول عليه، فيفورتس اهي، اقول له اد تو فيفورتس، يعني ضيفها للفيفورتس بدل اد اللي انا كنت بجيبها، يعني دي بدل اد اهي، فيفورتس اهي، دي اد ودي اورجنايز، دي اد ودي اورجنايز، انا اقفلهم وهنا عامل لي اد اورجنايز جاهزين اهو فوق، فاقول له اد تو فيفورت. هيقول لي عايز تسمي الموقع ده ايه، النيم بتاعه، عايز تعمله نيم، عايز تسميه ايه، اقول له انا عايز اسميه جوجل بالعربي، جوجل اوكي خلاص، هلاقي جوجل ده لوحده. طب لو انا عايز احرك جوجل ده احطه جوه المنوعات، هقوم عامل ايه، اقوم رايح لاورجنايز وقايل له خد جوجل موف تو وديهولي جوه المنوعات، ادوس على المنوعات يقول لي اوكي اوكي جوجل ده هلاقيه جوه ايه، جوه المنوعات. عايز انا افتح بقى موقع جوجل، اقوم جاي هنا اهو وضغط على جوجل، كده الموقع اتفتح. مع اي موقع انا بعمل نفس الحكايه، بحيث ان انا ممكن افتح يبقى عندي 20 موقع على المفضله، هم دول المواقع المفضله بالنسبه لي. بس فرضنا مثلا ان انا عايز اضيف مصر اليوم زياده في التاكيد اهو، مصر اليوم، فهنضيفه فين، في الاخبار طبعا، هم ضاغط وفتح مصر اليوم، ادي مصر اليوم، اقول له فتحت انا موقع مصر اليوم، ده موقع انا بحبه جدا وكل يوم لازم اقرا مصر اليوم، فهم ضاغط على الفيفوريتس واقول له اد تو فيفوريتس، وبعدين اقول له اوكي كويس، ادي المصري، ادي المصري اليوم مضاف تحته اهو خلاص. طب انا عايز اوضي مصر اليوم في قلب الاخبار، اقوم عامل ايه، رايح الاورجنايز فيفوريتس، وبعدين اقوم واخدها موف تو واقوم وديه جوه الاخبار، يبقى انا وديته جوه الاخبار. اروح بعد كده لو انا قفلت ده وقفلت ده وقفلت ده كمان عادي خالص، وفتحت كتب سنوات الكمبيوتر وانا قاعد على الجهاز اهو، عايز اروح لمصر اليوم وانا في قلب الجهاز وانا بشتغل عليه، عايز اروح لمصر اليوم في ثانيه، الصفحه اللي انا عليها او الويندو اللي انا عليها تتقلب مصر اليوم في ثانيه.
فده كله معمول عشان يسهل عليك انك تبقى التجول او البراوزنج جوه الجهاز، يعني ابقى على الجهاز وانتقل للنت ومن النت ارجع للجهاز، والحاجات اللي انا بفضلها او بحبها او بتعامل معاها كتير موجوده على طول قريبه مني، اقدر اوصلها خلال خطوه واحده بدل خلال 10 خطوات، زي ما خدنا نفس فكره الشورت كات، بدل ما اوصل لحاجه في 10 خطوات اوصلها في خطوه واحده باني بحطها على الديسك توب، هنا بدل ما اوصل للحاجه باني ارص الحاجات على الديسك توب، لو هي حاجات كتير قوي انا بحبها خلاص اعمل لهم تصنيفات كاتيجوريز زي اللي احنا عاملينها دي، احط الاخبار لوحدها والاسلاميات لوحدها وصندوق الكمبيوتر لوحدها ومنوعات لوحدها واللينكس اللي انا بحبها هنا لوحدها، لينكس يعني اللينكات او بيبقى تبقى جايه مع النسخه اللينكس ديت، بعض اللينكات لشركه مايكروسوفت بس انا حذفها. خلاص ديت الفكره الاساسيه اللي انا عايز اوضحها. كويس جدا. بعد كده التولز، اهم حاجه في التولز نعرف حاجه واحده اللي هي الايه، طبعا انا هقفل ده، انا ده ما يهمنيش، يهمني يعني انترنت اوبشنز والحاجات اللي في الانترنت اكسبلورر اهي هتشرح بالتفصيل بس في مكانها في الانترنت اكسبلورر او في الجزء بتاع النت. بعد كده التولز كده احنا خدنا الايه الفيفورتس، الفيفورتس هي جت طبيعيه اهي اد واورجنايز. كويس. بعد كده التولز اضغط عليها وبعدين اجيب بقى الفولدر اوبشنز، ده مكان الفولدر اوبشن. الفولدر اوبشن ده موضوع كبير هنبقى نفرد له حلقه لوحده. خلاص، بس ادينا عرفنا ان اهم حاجه في تولز مالناش دعوه بالتلاته اللي فوق دوت، مؤقتا هنقوم داخلين على الفولدر اوبشنز بس. خلاص تمام. الفولدر اوبشنز يعني ايه؟ خيارات الملفات. يعني ايه خيارات الملفات؟ يعني حاجات اللي انا اقدر اظبطها واعدلها واغير في شكلها واغير في خواصها عن طريق ايه؟ عن طريق الفولدر اوبشنز. كويس. بعد كده الهلب في تلات حاجات، هلب اند سبورت سنتر اللي انا بجيبه من قائمه الستارت، هجيبه حالا كده. لو ضغطت على الهلب وده هلب اند سبورت سنتر هيفتح لي برنامج مساعد ليا عشان اقرا اهم الموضوعات بتاع شركه مايكروسوفت. ديد يو نو ده بيتحدث دوريا على موقع شركه مايكروسوفت ويبعتوا لي عندي على الجهاز لو انا موصل نت. بيكا تاسك، في تاسكات مهمه جدا هنا ممكن نبقى نساعدها في يوم من الايام. هنا ممكن تظبط الابديت بتاعك الويندوز بتاعك، يعني تخلي الجهاز يتحدث باستمرار او الويندوز يتحدث باستمرار. كمبيوتر بالهاردوير اند سوفت وير فور ويندوز اكس بي، لو انت عايز تجيب حته جديده للجهاز يعني هاردوير جديد للجهاز، طابعه، برينتر طابعه او سكانر مسح ضوئي او اي حاجه، فعايز تعرف هو الويندوز هيعرف يتعامل معاه ولا لا، هيتخانقوا مع بعض. بعد كده في حاجه اسمها سيستم ريستور، ان انا اظبط الويندوز بتاعي بحيث ان لو حصل اي مشكله اعمل له نقطه رجوع. نقطه رجوع يعني ايه؟ يعني اقدر ارجع للوضع القديم في اي لحظه. يعني انا مثلا الكمبيوتر كان ماشي 100 100 يوم واحد في الشهر، كويس، فعملت نقطة رجوع يوم واحد في الشهر بحيث ان انا جيت يوم 10 حصل مشكلة في الويندوز، في حاجة اتغيرت، حاجة جوهرية اتغيرت، وانا بقى مش عايز اقعد ارجع واعدل بايدي، فعايز اعمل ارجع في ثانية، فكمني كنت اعمل نقطة رجوع هرجعها عن طريق السيستم ستور. الكلام ده كله هنتعرض له. يوز تولز تو فيو يور كمبيوتر انفورميشن اند دياجنوز بروبلمز، يعني عشان تحل المشكلة التولز اللي هتساعدك في انك تصنف المشكلة او تشخص المشكلة وتعرف معلومات عن جهازك. وفينا مواضيع بقى لو انت عايز تعرف، فينا حاجه اسمها السيرش لو انت عايز تبحث عن اي كلمه متعلقه بالكمبيوتر. وفي حاجه هنا ظريفه جدا اسمها الاندكس، مجموعه من الموضوعات المكتوبه. واول ما ببدا اكتب مثلا عايز اعرف حاجات عن الهاردوير، فاول ما بكتب هارد هو بيقوم عامل لي تحت كلام، يعني مظبط لي البحث اللي انا ببحثه مع الكلام. فهاردوير اقول له ديسبلاي، هيجيب لي بقى نو توبك از ذس اندكس انتري، يعني الموضوع ده مفيش موضوع متعلق بالهاردوير لوحده، فهو في موضوع بيندرج تحته، يعني ده عنوان مش موضوع يعني قصده. المهم هاردوير تايبس اوفر فيو، فبيوضح لك الويندوز كلاسيفايز ديفايسز باي هاردوير تايب. هاردوير تايبس انكلود ساتش ثينجز از فيديو ادابتر كاردز كيبوردز سي دي روم درايفز، الحاجات دي. فهو بيبدا يتكلم، طبعا الموضوع ده انجليزي، فهو يعني بالنسبه لنا احنا كعرب الانجليزي بتاعنا ضعيف ومش عارف ايه، بس لو انا مجيد الانجليزيه وبتاع هيكون مفيد بالنسبه لي لو انا عايز اقرا واتثقف واعرف حاجات كتير جدا. الاي تريبل اي 1394 باص اللي هي القياسات الدوليه والحاجات، ليه الحاجات كلها معموله شكل واحد، ليه الحاجات كلها ماشيه مع بعضها، وازاي العالم ماشي اصلا، او ايه النظم العالميه اللي موجوده. خلاص، فده بيوسع لي مداركي بالكمبيوتر لو انا عايز اخش في ناحيه تخصصيه شويه واخد خلفيه علميه عنه. وفي هنا اوبشنز وفي هنا سبورت، ممكن نبقى نساعد هيلب اند سبورت سنتر في حلقه اخرى. هيلب
is this copy of Windows legal؟ يعني هل النسخة بتاعتك من ويندوز ديت أصلية أو قانونية أو شرعية؟ فلو ضغطت عليها دخلني على موقع مايكروسوفت هيخليني أجري بعض الحاجات. ضغطت أنا عليه هيخليني أجري بعض الحاجات ليه؟ عشان يعرف هي النسخة أصلية ولا لأ. لو أصلية طبعا بيبقى لها ميزة ان موقع مايكروسوفت لما انت بتيجي تعمل اي حاجه موقع مايكروسوفت بيعملها معاك، يعني بيوافق على اي حاجه انت تيجي تعملها من على الموقع. طبعا موقع مايكروسوفت عليه ماده علميه وحاجات قويه جدا، هي موقع الشركه المصنعه للويندوز، فبيساعدك مساعده كبيره جدا. انما لو انت طلعت النسخه بتاعتك دي نسخه مسروقه او مزوره او مخترقه، بموقع مايكروسوفت ما بيقدرش يتعامل معاك تعامل اي تعامل نهائي، وبيقول لك انت مالكش حاجه عندنا لان النسخه بتاعتك مش اصليه. فلو انت عايز تختبر النسخه بتاعتك بتختبرها من اباوت ويندوز، يعني نسخه الويندوز اللي عندك دي ايه ومواصفاتها ايه، لو انت عايز تقرا الكلام ده، او لو حد بيسالك هي نسخه الويندوز اللي عندك ايه. خلاص نرجع بقى لموضوعنا، نسيبنا من موضوع الليجل والليجل. لو انت عايز تجرب فيه على موقع مايكروسوفت اظن ان انت عارف الخطوات سهله جدا، هتشوف الكلام اللي هو كاتبه لك هتقراه وتضغط معاه تمشي معاه نيكست نيكست نيكست، وتشوف التعليقات اللي هو كاتبها او الخطوات اللي هو قالها وتمشي معاه عادي، الموضوع هيظبط معاك عادي جدا. كويس جدا. بعد كده هنلاقي لو دخلنا على اي حاجه في الباك بتبقى شغاله، فلو ضغطت على الباك برجع للمكان اللي انا كنت فيه، يعني باك دي برجع لورا فورورد يعني بطلع لقدام تاني. كويس. لو ضغطت جنب الباك بلاقي سهم، السهم ده عليه الهيستوري بتاعي، يعني مثلا دخلت جوه ده ودخلت جوه ده، فعايز ارجع اهو بفتح بلاقي قدامي ثلاث اختيارات. لو ضغطت على السهم ان انا ممكن ارجع للجي، او ممكن ارجع للاف، او ممكن ارجع للديسك فوليوم جي ده، او الاف او الماي كمبيوتر، بختار من هنا اللي انا عايزه. خلاص. كذلك لما برجع بيبقى قدامي الفورورد لو انا عايز اروح حته ثانيه. خلاص. لما بضغط هنا بلاقي الهيستوري اللي هو تاريخ جلوسي على الجهاز النهارده، لو ضغطت كده الاقي تاريخ جلوسي على الجهاز اهو، موقع اللي انا زرته والحاجات اللي انا اتعاملت معاها وكل حاجه انا محتاجها عن التاريخ بتاع جلوسي على الجهاز، مش النهارده بس. طبعا هو بيديني طبعا مني مسح الذاكره، ولو انا عايز اعمل سيرش في قلب الحاجات اللي انا زرتها بضغط هنا على سيرش ابحث في الحاجات اللي انا زرتها، لو انا عايز ارتبهم بالديت او بالسايت او بالموست فيزيتد او اوردر فيزيتد توداي، يعني ارتبهم بالتاريخ او بالموقع او بالاكثر المواقع زياره او بترتيب اكثر المواقع اللي انا زرتها النهارده. خلاص. يبقى ده نفس فكره الهيستوري اللي انا ممكن اجيبه من فيو اكسبلورر هيستوري، ده اللي هو الهيستوري بتاعي دخولي على الجهاز النهارده لو انا عايز اشوف انا دخلت على الجهاز في ايه. كويس. بعد كده اب، يعني اطلع فوق خطوه واحده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا فاهمين كويس ان دلوقتي الديسكتوب ده الديسكتوب، في قلبه ماي كمبيوتر، في قلب ماي كمبيوتر البارتيشنات ديت، فلو ضغطت عليها دي في قلبها، دي في قلبها، فانا لما هطلع خطوه واحده لفوق كده، هطلع خطوه واحده لفوق، اطلع خطوه واحده لفوق. كويس. تمام. سيرش، لو انا عايز ابحث عن اي حاجه على الجهاز سيرش، انا بضغط على السيرش ده واقوم كاتب هنا اسم الحاجه اللي انا عايزها. انا مثلا عايز ابحث انا عن ابراهيم عبد الحميد، هقوم كاتب الحاجه اللي انا عايز ابحث عليها. كويس. لو انا عارف الكلام موجود جوه الحاجه دي كونتيننج تيست، يعني في كلام، يعني ده اسم عنوان الحاجه اللي انا عايز ابحث عنها. كويس. طب لو انا الحاجه دي مثلا كتاب وجواها كلام او اي حاجه، يعني مش شرط جواها، مش شرط انها تكون كتاب، المهم جواها كلام وانا فاكر الكلام اللي جواها، لو عايز اكتبه ماشي. وبعدين بيقول لي لوك ان، يعني ادور فين؟ ادور في الاف بس؟ لا، انا هضغط كده واقول له لوك ان الديسك توب مثلا، هقول له دور لي على الديسك توب، فيعمل لي سيرش ما لقاش حاجه اسمها ابراهيم عبد الحميد، ما لقاش حاجه اسمها ابراهيم عبد الحميد على الديسك توب. كويس. كويس. طب لو انا عايز ابحث في الجهاز كله، بقوم قافل ديت وبقوم جايب ستارت الهيلب اند سبورت سنتر اهو، بقوم قافل ديت وبقوم جايب ايه السيرش اهو، ده الهيلب اند سبورت سنتر فتحناه اللي هو علامه الايه، علامه الاستفهام دي، انما السيرش اللي هو علامه العدسه المكبره. دلوقتي انا عايز ابحث عن حاجه اسمها اوتوكاد، عن برنامج اوتوكاد على الجهاز، هكتب كلمه اوتوكاد. كويس.
وبعدين نقول له سيرش. طبعا لو خدت بالك هنا لان جه ليه جبت من قائمه ستارت السيرش، عشان من قائمه ستارت بيخليه يبص في الجهاز كله في السي والدي والاي والاف، بيبص لي في الجهاز كله. انما لو انا جوه بارتيشن، لو انا جوه الاف هدور جوه الاف بس. يعني لو جيت جوه الاف كده وقلت له اعمل لي سيرش، هيعمل لي سيرش فين؟ في الاف بس. انما هنا هيعمل لي سيرش في ايه؟ في الجهاز كله، في السي والدي والاي والاف، كل البارتيشنز اللي عندي. فانا اقول له سيرش، اه اوتوكاد ابراهيم طلعت. ما فرضا انا كنت عايز اوتوكاد ابراهيم طلعت بس، ما كنتش عايز حاجه تاني، هقول له ستوب وخلاص واشغل حاجه من هنا وخلاص. بقى ده بيخليني اعمل ادور على حاجه انا كنت ناسيها، يعني انا ناسي مكان الحاجه دي فين، انا ناسي انا حطيت اوتوكاد ابراهيم طلعت فين. فهو خلاص جابه لي اهو، وبعدين بيقول لي مكانه في الدي في قلب الديسك فوليوم اتش، يعني ده مكانه. خش على الدي وبعدين خش على الديسك فوليوم 2 اتش، ده هتلاقيه. او انت عايز تشغله من هنا شغله من هنا. وبعدين بقول له ستوب، خلاص بوقف البحث. بعد كده الفولدرز بقفل من هنا. بعد كده الفولدرز ديت بيفتح لي حاجه اسمها الويندوز اكسبلورر. ويندوز اكسبلورر ده يعني ان انا ويندوز اكسبلورر ده هو يعني ان انا بستكشف الجهاز. بستكشف الجهاز يعني ايه؟ يعني بيفتح لي قائمه كده على الشمال ليها تفرع شجري الجهاز، بمعنى ان انا اول ما بضغط على حاجه بيتفتح لي الحاجات اللي جواها كلها. شوف لو ضغطت على كده اتفتح لي كل الحاجات اللي جواها هنا. فلو انا عايز اي حاجه بضغط عليها من هنا اسهل. يبقى بيخلي الجهاز زي شجره، شجره وديت الافرع بتاعتها، وبعدين دي الافرع، بعد الافرع دي الاوراق. نفس فكره ايه؟ الشجر، تفرع الشجر. فانا بضغط على اول ما اضغط على علامه الزائد بيتفتح الحاجات دي كلها، اضغط على علامه الناقص تتقفل تاني. يبقى انا اضغط على الزائد تتفتح، اضغط على الناقص تتقفل، وبعدين اجيب الحاجه اللي انا عايزها من هنا. في ثانيه واحده اقدر اجيب كل اللي انا عايزه، خلاص؟ طبعا ده الفيوز بتاعتي. ممكن اختار ديت واختار ديت واختار ديت، كل الامكانيات متاحه. لو طلعنا هنا او قفلنا وجبنا ماي كمبيوتر، هلاقي في حاجه اسمها فيو سيستم انفورميشن. لو ضغطت عليها هلاقي حاجه اسمها سيستم بروبرتيز. ايه سيستم بروبرتيز؟ اللي هيها لو انا جبت البروبرتيز بتاع ماي كمبيوتر، يعني لو ضغطت على ماي كمبيوتر كليك يمين وجبت البروبرتيز بتاعتها، هيفتح لي نفس النافذه ده. هما اتنين حاجه واحده، خلاص. دي مواصفات الجهاز وظروفه والحاجات اللي موجوده فيه، ولو انا عايز اغير اسمه، لو انا عايز اشوف حاجه في الهاردوير بايظه او حاجه في الجهاز مش مظبوطه، لو انا عايز اشوف موضوع السيستم الصور، لو انا عايز اوقف الابديت او اشغله، لو انا عايز اعمل ريموت اسيستنت، يعني مساعدات خارجيه، يعني ناس من على النت تساعدني في ان انا اصلح جهازي لو باظ من غير ما يقعدوا معايا، يعني هم في بلد وانا في بلد وهم يساعدوني على ان انا اصلح جهازي. بمعنى ان هم يخشوا على الجهاز ويساعدوني، مش بمعنى ان هم يقولوا لي اعمل ايه، لا، ممكن يخشوا على الجهاز ويساعدوني، خلاص. فده حاجه مهمه جدا. في الاد ريموف بروجرامز، ده عشان اسطب وافك تسطيب برنامج، عشان اسطب البرنامج وافك تسطيبه من الممكن ان انا اسطبه وافك تسطيبه من هنا، اد ريموف بروجرامز، خلاص. في هنا التشينج سيتنج اللي هي الكنترول بانل، لو فتحتها الاقي الكنترول بانل في وشي، ضغطت عليها لقيت الكنترول بانل في وشي. بختار من الكنترول بانل الحاجه اللي انا عايزها. لو مش عاجبني الشكل ده بتاع الكنترول بانل اللي هو فيه كل الخواص قدام عينيا، عايزهم يصنفهم، هم ضغط كده هيحط لي الحاجات بتاع الصوره لوحدها، والحاجات بتاع الابيرنس والمظهر لوحدها، الحاجات بتاع الساوند لوحدها، الحاجات بتاع الامان لوحدها، الحاجات بتاع اليوزر اكونتس لوحدها، الموضوع كل حاجه لوحدها. كويس، كويس جدا. طبعا الادريس بار بعد كده لو انا عايز اخش من على الجهاز على اي مكان في الجهاز، بضغط على السهم واقوم مغير المكان زي ما انا عايز، اضغط على السهم واقوم رايح الحته اللي انا عايزها. طبعا ما فيش حاجه في الدي، خلاص. هنا لو ضغطت على اي حاجه ده بيديني خواص، ميك نيو فولدر، لو بدل ما تك كليك يمين بيقول لي اعمل نيو فولدر. ديتيلز ده بيوديني ايه الفايل سيستم ده، ان تي اف اس، في فريز بيس قد كده، توتال سايز بتاعه اللي هو حجمه كله قد كده. كويس جدا، خلاص. اظن كده ان احنا استعرضنا اهم الحاجات. الحاجات التانية متعلقة كلها بالانترنت، او الحاجات التانية في الفيفوريتس وفي في الاوبشنز متعلقة بالانترنت، هنبقى نستعرضها في الجزء الخاص بالانترنت. شكرا لكم على حسن استماعكم، ارجو ان انا كنتش طولت عليكم، وارجو ان الفيديو ده يكون مفيد ومهم جدا بالنسبة لكم، ان انتم تتعلموا وتتعلموا الخواص ديت عشان هتساعدكم
على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسألكم صالح الدعاء.